تعالوا نشوفوا تفاصيل الأكلة بتاعت النهاردة، مشهورة جدا في الريف المصري والصعيد المصري. إذا نعمل طاجن البطاطس بالدمعة، طاجن البطاطس بالصلصة. البطاطس في يعني شخصيتها قوية جدا، فيها سعرات حرارية، فيها كربوهيدرات، فيها نشويات، أكلة الرياضيين، أكلة الأطفال، الأكلة اللي احنا اتفطمنا عليها، ولكن متعددة الأطعمة والاستخدام. ناكلها مقلية، ناكلها مشوية، ناكلها سلطة. أنا عاملها النهاردة طاجن بالصلصة وبالدمعة بالطماطم الطازة. نشوف نعملها مع بعض إزاي. معايا بطاطس، معايا طماطم لطيفة بلدي، معانا فلفة خضراء اللي هي الفلفل البلدي. سيبك من الألوان ده، هو معانا كده بس كده منظر، هنستخدم الفلفل البلدي. ومعانا طبعا ثوم موجود أساسي في الأكلة بتاعتي، وكزبرة خضراء. الطاجن ده أو الصينية دي عمود الفقر بتاعها والطعم بتاعها الكزبرة الخضراء أو الكرفس، دول أساسي معانا. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي، وأعلمك إزاي تقطعي البطاطس سلايز أو شرايح تكون كلها قطعية واحدة، وما تعوريش ايدك بالسكينه وانت بتقطعي، ده مهم جدا على فكره. احنا مع بعض واحده واحده كده، علشان بنتسير على السوشيال ميديا يا شيف مغازه لما اجي اقطع البطاطس بتبقى شكلها على السفره واحده تخينه، واحده رفيعه، وببقى قاعده واحده مستويه، واحده مش مستويه، وهكذا. تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي. البطاطس بتقشر بالشكل ده كده، تقشيره الاعتيادي بمقشره او بسكينه، واخد كده حته منها، الحته دي ما تترميش. البطاطسية كده ثابتة بالشكل ده كده، مخرجنا الجميل أساتذة المصورين حبايبي. البطاطسية كده ثابتة، أهم حاجة أهو، يعني فرصة وإحنا بنعمل الطبق بتاعنا ندرس كمان ونعلم كمان المبتدئين في المطبخ مسكة السكينة وتقطيع الخضروات اللي هي بالشكل الدائري زي البطاطس، الحاجات اللي بتبقى ممكن تعمل لنا مشاكل وإحنا بنقطع بالسكينة. أهو البطاطسية كده، وأمسكها كده أهو، شفت إزاي؟ أهو قطعها بقى رفيعة، شيبسي رؤيه، تخينه، سميكه. شفت السكينه ماشيه ازاي؟ شفت؟ حلو قوي زي الفل. شفت تميلت السكينه وانا بقطع دي كده عشان ما تعوريش نفسك. لاخر حته، لو احنا قسنا بالمزوره وبالميزان هتلاقي كلها حجم واحد. حلو الكلام، نقطع كمان اتنين مع بعض عشان عايزين نرصها في الصينيه رصه حلوه كده شكل هندسي. شيف، نرص البطاطس دي بشكل هندسي، نمسك واحده اهي كده اهو، بص ازاي الحركه دي. هو ده تمام، ونيجي نقطع كده. مش عجباني الحته دي هشيلها على جنب. نمسك كده. اولا انت لما تقطعها رفيعه مش هتاخد وقت كبير في السوا معاك، خلي بالك. عايزه تقطعها شيبسي تقطعيها، عايزه تقطعها شرايح بكده تقطعيها، عايزه تحطي معاها صدور فراخ قطعيها، عايزه تحطي معاها دبابيس الفراخ زي ما انت حابه. انا عليا اقول لك الفكره وانت بقى جودي فيها. شفت ازاي؟ بص البطاطسايه سليمه في ايدها، ثابته تحت ايدي، ما بتتزحلقش، ما بتتقلبش شميل ولا يمان. بالطريقه اللي انا ثبتها. وحطي ايد عليها كده بالسكينه بيبقى كده. اتعلميها بقى. حلو الكلام، دي مهمه جدا على فكره، الطريقه دي مهمه جدا. شفت البطاطس كلها حته واحده لاخر حته بين اصابع ايدك كلها واحد. حلو الكلام، اخر واحده مع بعض زي الفل. مكونات الصينيه دي: بطاطس، بصل، طماطم، كزبره، بهارات. معايا صينيه، هاخد كده زي الفل دلوقتي، شوف هعملها ازاي. حلو قوي، هنمسك البطاطس دي يا عم الشيف بالشكل ده كده. الله، شفت الرص بقى والشكل الهندسي اللي انا هبدا بيه؟ هو ده نفس الطريقه. والله العظيم انت لو بتتابع الشيف المغازي كل يوم على شاشه القناه الاولى هتتعلمي حاجات باقل تكلفه ممكنه تقدري تعملي لنفسك فيه. بس عشان ما نخترعش بقى. يعني ايه يا عم الشيف؟ يعني نروح نشتري الحاجات قد كده ونجيب حاجات قد كده، وفي الاخر الشكل الاكل ممكن بيكون عليه ملاحظات على السفره. انا بحب البطاطس مشويه، انا بحب البطاطس صينيه في الفرن، وهكذا. الفراخ مش عارف ايه. شفت الرصه دي مهمه جدا، حلوه معانا يا عم الشيف. نخلي دول عايزهم انا، خلي بالك، مهم جدا. معانا بصل، حلو الكلام، ناخد البصل ده كده. برضو تقطيعه البصله يقطعها ازاي دي يا شيف بوغازي؟ طب دي لو مسكتها بايدك كده، ايدي هتيجي، انت راجل مهني وفاهم، ويا ما قطعت بصل ويا ما قطعت طماطم، اعمل ايه؟ هو ده الكلام. تعالي يا حلوه، بس خلاص، شفت ازاي؟
نمسك البصلايه بقى ونبدا نقطع. حد كان يعرف كده؟ موضوع بسيط خالص، البصلايه واقفه قدامك اهي بتقول لك قطعني يا معلم، حلو الكلام؟ اه زي ما انا كده اهو. اه اه شرايح. اه شفت ازاي القطعيه دي؟ مهمه دي جدا، بتحطها بقى على وش طبق السلطه. تحطها على وش مسقعه. اه. تحطها على وش صينيه البطاطس اللي انا هقطعها دلوقتي زي ما انت عايزها. هتحطها كده؟ لا طبعا. اه شفت ازاي؟ اه. والله يا شيف بسيطة، ده أنت عملت لوحة فنية بتلاتة تعريفة. آه. بيقولوا لي على السوشيال ميديا يا شيف بغازي كل ما تقول تلاتة تعريفة، إيه قصدك من الكلام ده؟ تلاتة تعريفة يعني بأقل تكلفة. ده المقصود من كلمة تلاتة تعريفة. هتقولي بقى في تعريفة ونجود ومفيش لا الجود أنا ماليش دعوة بيه. خلينا في إيه في القصة بتاعته صينية البطاطس بتاعتي. تلاتة تعريفة يعني بأقل تكلفة تقدري تعملي اللي نفسك فيه. آه. ده الهدف المراد. يا مراد. شفت ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الجمال ده؟ اه اه ده البصل. اه حلو قوي الطريقه دي، حلوه قوي عجباني. ده بصلايه غرقت الصينيه. آه. ودي كمان ما سيبهاش. آه. حلو معانا طماطم، دول مش عايزهم. حلو الكلام. ناخد الطماطم الحلو يشيل كده الايه البطاطس. الطماطم ما تقطعش بسكينه عاديه، تقطع بسكينه منشار عشان تتحكمي في الشرايح بتاعتك. اه خلي السكينه دي على جنب. اه شفت بقى؟ اه ونمسكها كده. اه العب. اه كده حلو قوي. رص الطماطم دي كده كمان واحده. اه المخرج بيسالني بيقول لي يا شيف مغاز ليه قطعت البطاطس هي اول حاجه؟ ليه مثلا ما كانتش الطماطم هي اول حاجه قطعتها في ارضيه الصينيه؟ والسؤال ده وارد ان يكون بيخطر على بالك دلوقتي، تقولي هل هو بالصدفه السكينه مسكها ومسك البطاطس وقطعها؟ هل هو قاصد؟ ونقعد بقى ايه نفكر. اريحك انا من التفكير واريح الاستاذ المخرج. انا حطيت البطاطس في ارضيه الصينيه لان دي اكتر حاجه ممكن تاخد وقت كتير في السوى، فدي اللي هتكون منها مباشره لارضيه الفرن، فهتمر بدرجة الحرارة القوية بأرضية الفرن. اه. شفت الجو ده كده؟ زي الفل يا عم الشيف. دي الايه؟ البطاطس. ناخد الفلفل الرومي. سماها بقى صينية مسقعة، آه أنا سميتها صينية بطاطس. اه. بالايه؟ بالطماطم. اه. الفلفل نفس القصة. تشكيلة كده زي الفل. اه. الفلفل الرومي ده ما أقولكيش في قلب الطماطم في قلب البطاطس بيكون له طعم تاني خالص. اه. نفس الطريقة. آه. 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 شفت السكينة المنشار بتريحك من حاجات كتيرة. آه. بس خلي بالك دي بتعدي على صباع ايدك. تزعل يعني. معانا شوية البطاطس التانيين بقى ناخدهم كده بالشكل ده كده برضو عشان تبان عنوان الصينية. آه. وهنعمل دلوقتي الصوص اللطيف او الصلصة اللطيفة او الشربات بتاعها اللي هنسقي بيه. لا لسه البسبوسه كتير ولسه على الكنافه كتير. اه ها هو طبعا اللي داخل دلوقتي بيفتح القناه يقول لك الشيف المغازي صديق شربات وبتاع وبسبوسه، تفكرنا بالايام الحلوه اللي هلت علينا. كل عام وحضراتكم بخير. اه حلو الكلام زي الفل. هنخليها زي ما هي كده قدام عيننا ونشيل البلانشه دي من هنا وتعالوا مع بعض نعمل صلصه البطاطس دي بطريقه بسيطه وسهله. ازاي؟ واحنا مع بعض واحده واحده. طاسه على النار. حلو قوي زي الفل. الطاسه دي بحط فيها شويه سمنه، ادلعها بقى، شويه سمنه بلدي زي الفل كده. اهو اصبح فيها بروتين حيواني. ما هي السمنه بروتين حيواني. معلقتين سمنه حلوين، بحط على معلقتين السمنه دول يا عم الشيف بصلايه ناعمه. حلوه والصلصه بتاعتها. واستنى على البصلية دي شوية تتحمر معايا، والبصلية بتتحمر بنحط عليها شوية زعتر. شفت الشقاوة؟ اهو زعتر على البصلة. اهو اللون والطعم والشكل هيتغير. شوية البهارات بتاعتي اذا كان كمون اذا كان كزبرة، خلي الطعم مصري، بابريكا ده على البصلية. اه اطعمها بقى لان احنا عايزين ايه فليفر. شوية كركم، كل ده على البصلايه. والملح بتاعنا والفلفل الاسود بتاعنا
ونقلب كل ده مع البصلايه يا ست الكل. اه الله عليك، شفت البصلايه خدت لون ازاي؟ بقت شقيه ازاي؟ اه بمعلقه سمنه بلدي خدت طعم تاني وشكل تاني. يعني تفاصيل صغيره. الله، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ اه في قلب الطاسه كده فص ثوم حلو قوي. اه الله الله عليك وعلى والديك. ده صينيه البطاطس دي اول مره اكلها بالشكل ده. اه تصدقيني بجد والله، لا يمكن احنا عاملينها كذا مره قبل كده، دخلت المطبخ انت عملتها كذا مره قبل كده، بس طبعا المره دي الطعم مختلف. آه. ورواية مطبخك اول باول ورايقه، وبقى لها النهارده فراخ، بقى لها لحمه. اه المطبخ مش هيقف. اه اه شفت التومه مع البصلايه وهي بتتدلح في قلب الطاسه بتكنيك عالي من الخبره. اه حلوه معايا هنا طاسه على النار فيها شويه شوربه حلوين، بوكيه جرنيه، جزر وكرفس وبصل وتوم، ورق لورا وحبهان دايما بتغلي معايا بستفيد بيها. اه حل على النار شويه شوربه حلوين يعني. اه بصل، كرفس، جزر، ده البوكيه جاردي، حبهان، عندك عظم فراخ حطيه، عظم لحمه حطيه زي ما انت عايز. البصلايه اهم حاجه تتحمر، عايز طعم انا اهو. اه الله، لغايه لما اشم ريحه البصلايه مع التوابل، مش هنزل بالطماطم غير لما اشم ريحه التوابل مع البصلايه والتومه بالشكل ده كده. أوه. معايا طماطم مضروبه في الخلاط. اللهم صل على النبي. اه العب. اه حلوه والنظافه يا عم الشيف اول باول، عشان مخرجنا مركز قوي على الطاسه. آه. والمغازي جاب الخلاصه. اه شايف الحلاوه؟ آه. اه اهم حاجه عندي اللي في الطاسه ده. اه اه تقطيع خضار وقطعناه بشكل فني بشكل هندسي ماشي، في الاخر عايزين ناكل يا مغازي، عايزين ناكل صينيه بطاطس بالطماطم مع شويه رز ابيض حكايه، دي اكله ام زمان. اه اه شفت البصلايه مع التومه هو ده الكلام. معايا الكزبره الخضراء زي الفل، هننزل بالطماطم بتاعتنا. اه يا ويلي يا ويلي هو ده. الله عليك الله عليك وعلى والديك. آه. تكنيك. وقلب راحت في حته تانيه خالص بقى. الصلصه دي التخديعه دي التخديعه دي كان زمان ابويا الله يرحمه وانا في ثانويه عامه كان يمنع التخديعه من البيت والصلصه المسبكات عمو. ليه يا حاج رحمه الله عليك؟ ليه يابا؟ يقول لك دماغك بتتقل بعدها وبتنام ما بتذاكرش. والله العظيم ده كان بيحصل. يعني بفي حذر ايام الثانويه العامه ما ناكلش الصلصه اللي كنت نايم دي. اه كانت مسبكه بقى والحاجه تسيبها على النار ونار هاديه كده، البابور بتاع الجاز اه يقعد على نار هاديه كده تسبك الطماطم، الواحد بعد ما ياكل يقعد يلحس في صوابعه كده وياكل وعجباه قوي. كانت ايام حلوه جميله يا نا. طبعا طبعا رشه سكر. الله عليك حلوه قوي طباخه شاطره. رشه سكر ليه بقى؟ حد يقول لي بقى رشه سكر ليه بقى؟ بنحط سكر ليه بقى؟ هو ده الكلام، رشة سكر عشان نعمل عملية تعادل مع الحموضة. هو ده هو ده. اه ده التكنيك. عينيا هنقلب دول كلهم مع بعض. الله الله عليك. لا في كلام، هي بتتكلم عن نفسها. اه طماطمية خشنة، بصلاية خشنة، تومة ناعمة، توابل، خبرة طهوية، حب، شغف للمطبخ. حلو. الكزبرة الخضراء فين يا عم الشيف؟ اه في قلبيها. كل ده يا عم الشيف. نيجي بقى لجاري الهنا والجار اللي جاره، وخاصة على عين البوتاجاز بينهم سنتيمترات. حلو. يعني ايه الجار اللي جاره يا عم الشيف؟ يعني الحلة اللي بتغلي على النار دي نستلف منها شوية شربطة. يا شربطة اهي. الله. اه دي لازم، خلي بالك. اه شوية الشربات دول مهمين جدا. جاية ايام الشربات. حلو الكلام. نقلب كل ده مع بعضه. وعندنا الصينية العينية اهو. انا عارف انت عايز ايه. ارسم لك اللوحه الفنيه يا مخرج يا شاطر. اه حلو الكلام. اه ايه الجمال ده. اه زي ما هي حتى في تنزيلك للصلصه دي على الصينيه لازم يكون في فن كده عشان كل حاجه تبقى ثابته مكانها.
وتبقى القواعد كلها ثابته، الفلفل مكانه والطماطم مكانها والبصل مكانه والبطاطس وهكذا. اه شفت ازاي؟ اه بص مخرجنا الجميل. وجود المغرفه في قلب الطاسه بيهدي من تنزيل الصلصه على الوش. شفت الجمال ده؟ شفت الجمال ده؟ الله عليك، الله عليك وعلى والديك، والله ما شفتها قبل كده. واساوي ده كده. عينيا 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 يا قلب. درجة حرارة الفرن كام عندك؟ هو ده الكلام. هنغطيها ولا ما نغطاهاش؟ حد يقول لنا بقى. هي فيها فراخ هتغطيها يا ابو غازي؟ هتضحك علينا ولا ايه؟ لا 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 لا، دي لازم تستوي، لازم كلها مع بعضها تهري كده جواها وتبقى مهرية. البطاطس مهرية مع الطماطم مع الفلفل، الجو الحلو ده. نعمل ايه يا عم الشيف؟ دي تتغطى بورقة زبدة. عينيا اجهز الفرن بتاعي. اللهم صل على النبي. حلوة. لا فيها خبرة طهوية صعب يعني، مش بطاطس واتقطعت. لا لا، الموضوع هنا فيه كلام، فيه حكاية. بطاطس اتقطعت وترصت بشكل هندسي، نزلنا على البصل حلقات حلقات، حلقاتك برقالتك، بعد كده نزلنا بالطماطم والفلفل، بعد كده خدنا البطاطس الباية حطيناها على الوش عنوان الصينية، وبعد كده الخبرة الطهوية في قلب الطاسة، والمغازي جاب الخلاصة. هنغطيها مع بعض بالشكل ده كده، تغطية بس كده زي ما هي كده يا أختي. وندخلها الفرن في درجة حرارة 180. ولنا مخرجنا الشاطر بقى الحلو، دي مكانها فين؟ لو قلت الصينية دي بهديها لك هدية، والدليفري مجانا. العب، هو ده طبيعي، لازم يكون تحت. ليه؟ لان انا حاطط في الارضيه بطاطس. هو ده بالشكل ده كده. يلا. لا ده الفرن فيه ابداع النهارده، فيه ابداع. اقول ولا ما اقولش؟ قول. طيب انا رحت امبارح اشتري الرولز ده بتاع ورق الزبده، لقيت سعره غالي. الطبيعي ورق الزبده والورق الفويل سعرهم غالي شويه، جاي علينا الشهر الكريم بنحتاجه نغلب بيه ديك رومي، نعمل صينيه بطاطس، صينيه سمك، في الفرن بنحتاجه. فبالنسبه للاكل انا بتكلم، انما الحلويات هو استخدامه مره واحده، ما ينفعش استخدمه مرتين. اما في الاكل يستخدم اكثر من مره. ازاي؟ ايه يا ابو غازي؟ يا قماشه؟ لا خليكي معايا بقى. هناخد ده كده. والكلام ده لاول مره. بتشوف حاجات على السوشيال ميديا كده بيقولك لاول مره، بس مع المغازي حقوق الطبع لدينا وبس. اهي ورقه الزبده اهي، اهي ساحر اهي زي ما هي. هحط عليها ميه. والميه قدامنا اهو، مش هتجيب ميه بعيد، يقول لك الشيف عمل حاجه هناك على الحوض. خالص. ادي الميه. انا عايز استخدمه كذا مره، لان ده لما بيخش النار بيتحرق. حلو، واحط عليه ميه. ايه اللي بتعملي ده مغز؟ ده انت النهارده يعني جاي اهو. في قلب الميه. ده ورق الزبده في قلب الميه. بصي. بس خلاص. شفت الجو ده كده؟ حطيه على وش الصينيه بقى. يقعد معاك عمر طويل. ويغنيك عن ورق الفويل. شفت الورقه؟ زي ما انت عايز. اخدت احطها على وش الفرن. انا عملت الكلام ده في الفاصل. فمخرجنا شافني بعمل، قال لي الحاجات دي والتفاصيل دي ما تقولهاش على الهواء. وانا بسمع الكلام، انتوا عارفين. مش عايزاها تلزق على وش الاكل. حطيتها على وش ديك رومي، حطيتها على وش فخده ضاني، مش عايزاها تلزق. تعملي ايه وانت معايا؟ ببساطه خالص. معلقه زيت صغيره او نقطه زيت. زي ما هي كده. بس خلاص. زي الفل. وافرتها بقى واستخدمها زي ما انا عايز. اروح على الفرن. اخبار الفرن ايه؟ نشيل اللي احنا عملناها دي كده. بص اتشالت لوحدها. مسكت. لا واخليها كده واحط دي قدام حضراتكم. انا بقول لك الافكار دي عشان بساعدك انك توفري، والحاجات الغاليه تستخدميها بحرص شديد. واحطها على وش الصينيه. مخرجنا هيجيبها دلوقتي وهي محطوطه. منديل حبنا في قلب الفرن على صينيه بطاطس حبنا. حلو الكلام؟ ايه رايك؟ نقفل الفرن؟ طيب نرجع لورقه الفويل التانيه. انا النهارده رايق معاكم، خلي بالكم. وانا والله العظيم بحب يعني كده اعمل افتكاسات كده، واسميها افتكاسات المغازي سوشيال ميديا حبايبي. حلو. الورقه اهي اهي كسرت. اهي الورقه اهي اهي الورقه اهي 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 يا باشا اهي الورقه اهي بتكسر اهي طلعتها. في قلب الميه. الكلام ده انت بتعملي صينيه بطاطس، لو دخلتها في الفرن هتتحرق منك صدقيني والله العظيم، وتسود لك، وتقعدي بقى تجيبي تشيلي السواد اللي على الوش والجو. حطيتها في الميه. ورقه الزبده.
منديله. حلو الكلام؟ وخاص بالاكل. هتقولي لي دلوقتي بقى مش لعبه، خلي بالك وانت المعلاه بتحطها في البطاطس وترجعها تاني، الصينيه السكينه بتحطها في البطاطس وترجعها تاني، ايه المشكله؟ الجلافز اللي انا لابسه، طب ما هو نفس القصه، فالورقه دي للمطبخ اه زي ما هي كده اه. حلو الكلام؟ ده بالنسبه لتعدد استخدام ورق الزبده في الفرن كذا مره. هنشيل دول كده ونخش في المفيد. الجيران لبعضيها في الافكار الحلوه كمان، مش في الاكل الحلو بس. افكار حلوه المغازي قالها النهارده، ورق الزبده يا اختي بجيب الرول ورقه والثانيه بيختفي، وتلاقي الماسوره الخشب راح فين؟ الورق راح في صينيه بطاطس. طب ده ينفع؟ لا. شوف المغازي علمنا نحط ورقه الزبده في الميه ونكشكشها. كشكشها ولا افرتها؟ بقول لك كشكشها ما تفرتهاش. حلو الكلام. وبعد كده ايه؟ تقدري تستخدميها زي ما انت عايز. نطلع صينيه البطاطس من الفرن اللي الشيف اخترع فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شفت ورقه الزبده اللي هنا؟ اهي 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 مسكت اهي اهي، والله طالعه لوحديها اهي اهي اهي، شفت اهي؟ وطلعت ما اتغيرش لونها، لا اتحرقت ولا اتشعوطت، اهي زي الفل. هخليها هنا كده استخدمها في صينيه سمك اعملها بكره. تتشال فين دي؟ عشان في بكتيريا وخرجنا حبايبي. تتشال فين؟ في الاكياس بتاعه الاكل اللي هو بتحفظي بيها الاكل في الثلاجه، حطها في قلب الكيس وحطها في الديب فريزر او في الثلاجه. والله العظيم الاجانب بتعمل كده. هتستخدمها بكره وبعده وعلى مسؤوليه تانية. انا بعمل كده في البيت عندي عشان ما نقولش الشيف بيخترع. حلو؟ مع ورقه الزبده يا شيف اه، ايه المشكله يعني؟ وفرت رول بدل ما يكفيني اسبوع بيكفيني شهر، بدل ما يكفيني شهر بيكفيني شهرين، ما دول ملوش تاريخ صلاحيه، خلي بالك اه. صينيه البطاطس، اللهم صل على النبي، العيله والحبايب. البصلايه الشعريه بتتحمر مع البصلايه، تصبري عليها كده وتخلي بالك طويل. عدل الصينيه او عدل صينيه البطاطس اللي في الفرن، شويه رز مصري. الرز ده برضه في طريقه عمايله في فن اه. ده رز ابيض عادي سلقتيه يا ست الكل، قصدي غسلتيه مره واتنين وتلاته، وبعد ما يتغسل تتصفى ميته بالشكل ده كده عشان نحافظ على التوبنج او الغلاف الخارجي لحبات الرز اللي هي الكربوهيدرات والنشويات بتاعته. حذاري انك تجيب الرز وتغسليه وتسيبيه في ميه كده، بتفقدي 50% من النشويات والكربوهيدرات بتاعته لانك يعني هتصفي ميته. فالرز غسلتيه مرة اتنين تلاتة، صفيه من المية وخليه على جنب. تعمليه برام رز بقى، رز معمر ماشي، تعمليه رز مصري مع أكلة سمك ماشي، تعملي شوية رز مصري مع صينية البطاطس بالطماطم في الفرن ماشي زي ما انت حابة، مع ملوخية ماشي زي ما انت حابة كده. أخبار الطاسة زي الفل. بنحط برضو معلقة سمنة، السمنة اللي جاية مع حماتك في نهاية الأسبوع. الست الطيبة ما بتخشش قيطها فاضية، أهم حاجة لما تيجي تطلعي اللفايف اللي في الديب فريزر، إذا كان في عندك بقى شوية لحمة شوية حمام طلعيهم أه. هي بتجيب الحاجات الحلوة. ننزل بالرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله، هو ده هو ده. وكمان الرز استوى حلو. بسم الله الرحمن الرحيم. واحنا واقفين كده بنتدلع. ده الرز جاهز، بنقلبه بمعلقه تانية برضو بيشرب معايا من الشوربه الجميله اهو. خليه يشرب معلقه السمنه اللي انا حاططها، ما هو زي الفل كده. اقول عايز ايه؟ ينفع يا باشا اهو كده تمام. انا معاك في اي حاجه. ان هي ما رز قدام دلوقتي، عايز اقول الشعريه توصل اه، والرز كمان اه. خلص الرز اه، واحنا مع بعض هو ده اه اه اه. يا رشاقتك يا رشاقتك يا جمالك. خلص الكلام، شفت ازاي؟ آه. ناخد دي هنا كده آه. نشوف الشوربه جاهزه طلعت، اللهم صل على النبي. والرز جاهز اه. اظبط الملح بتاع الرز يا عم شيف اه، الملح بتاع الشوربه اه، يلا تمام. والملح بتاع الرز، شفت المطبخ بساطة؟ وقفت على عين البوتاجاز، عملت شوية رز في وقت واحد، شوية رز بصراحة عدل السفرة. تعملي بقى صينية بطاطس، تعملي أكلة سمك، شوية الرز المصري دول حكاية. وأهم حاجة يستوى على نار هادية، وتسمعي نصيحة الشيف المغازي
الرز بالذات، كبسة، رز بشعرية، رز بالخلطة، توطي عليه النار بعد ما يغلي. حلو، سيبيه بقى على نار هادية كده ونسيه شوية. الرز جاهز معانا، يلا نغرف الرز. اللهم صل على النبي. على فكرة الرز ممكن تعمليه قالب، بس أنا والله العظيم بكلمكم من قلبي، أنا بحب الرز كده مغروف بشكله. له شكل. شغلي بقى إني أنا أغرفه قالب كده ويبقى إيه فورمة، مش بحبه. تهوية الرز مهمة جدا، بيبقى له طعم حلو. تاكل الرز قبل ما يتهوى ما بيبقاش له طعم، خلي بالك. دول شوية رز عدل صينية البطاطس اللي هطلعها من الفرن دلوقتي حالا. اللهم صل على النبي. واخد طعم الحبهان. البوكي جرنيل، الجزر والكرفس والبصل. بعيد عن مكسبات الطعم اللي ملهاش اصل. حلو الكلام؟ عينية. حلو قوي. زي ما هو كده يا عم الشيف. جوزي بيحب الفلفل الحار دايما مع الاكل. ايه المشكلة؟ قرن فلفل زي ده حلو، منه جرنش ومنه الراجل الطيب يعرف ان انا مهتميه بيه. موضوع لطيف وجميل. طبق الرز خد شكل تاني خالص. زي الفل. تقديم مهم جدا على فكره، بقى لوحه فنيه. حولنا طبق الرز للوحه فنيه. هنقدمه هنا كده على السفره بتاعتنا. دي بسله مسلوقه. حلو؟ ده طبق لوحده، يعني دي يعني مش محتاج حاجه. على السفره بتاعتي. ناخد الخضار ده، انا بسيب السلطه دايما للاخر علشان ايه بتاخد وقت في التقطيع. حلو الكلام؟